هذه وجبنا الوليدات انا يلعبوا شويه. جبوم الحال؟ الحمد لله على الساعه راه كلشي مزيان. كم الوليدات؟ عندي ثلاثة. كلهم دابا تيلعبوا؟ كلهم كيلعبوا راهم أول مرة جبتيهم ولا؟ جيت العام اللي فات زدت من هنا ولكن ما وقفتش هنايا، وهذا العام هذا جبنا وشفنا هذه البلاصة هذه وجينا لهنا إن شاء الله. احنا مقيمين هنايا في الرباط. والرباط ولا وجهه سياحيه يعني ولا غزال صراحه. واليوم الصهد، اليوم الحال سخون وعجبنا الحال، خرجنا هنايا قريب لينا. هاد لا كورنيش كي دايره غزاله، ولات غزاله صراحه الله. يعني كانت محتاجه الرباط ومحتاجينها ساكنه يعقوب المنصور. وي وي سي تري اغريابل امبيكابل اون في دي لويس سافي plus au moins 25 km, on est en train de courir, de marcher, donc ça va. Ça va. Comment vous avez trouvé la corniche? Non, c'est bien, c'est bien, j'ai aimé. C'est bon, c'est bon. Rabat, c'est impeccable par rapport à d'autres pays, en Afrique du Congo, Congo Brazza, dans Rabat, c'est quelque chose de bien. مشينا للبحر وما فين تنديروا الرياضه، ومشينا للبحر تبحرنا، واليوم راه كما كتشوفي الطوبيس ما كاينش، جينا على رجلينا من شمار، لا ترونسبور لا والو. دابا شي تدويشه ضروري نمشيو ندوشو، نمشيو ان شاء الله للدار ونرتاحوا شي شويه، راه عيينا. Oui, en fait, c'est bon de faire le sport le soir. En fait, on est venu ici pour au moins ça. Être un footballeur professionnel, on a quitté notre pays pour au moins venir chercher être un footballeur professionnel ici au Maroc. Donc vous prétendez intégrer un club marocain de football? Oui, bien sûr. Quel âge avez-vous? Moi j'ai 16 ans. Ah d'accord, et à quel poste vous jouez? Moi je joue milieu défensif, les 6. Quel club préféré pour vous? Ah, le FUS actuellement, le FUS. Le FUS de Rabat. قررنا باش نخرجوا شويه في الجو الحار، الانشطه كتختلف من العائله لعائله. حنا قررنا باش نجيو بجانب الشاطئ هنايا والجو ديال والمنظر ديال البحر وكذا، والجو العائلي هنايا ممتاز ما شاء الله. وقررنا باش نجيو نطلعوا هنايا ونجلسوا مع بعضياتنا ونتداولوا الحديث مع بعضياتنا. تجيو ديما؟ بطبيعه الحال ملي كنخرجوا من العمل. هذا الفضاء اللي داروا الان دابا الان هنايا في الرباط هو المتنفس ديال الرباطيين، ولاو ديال هذه المنطقه هذه كله ولاو كينزلوا هنايا. وكما كتشوفوا هنايا الحمد لله يعني دايرين العاب ديال الاطفال، والجو العائلي اللي دايرين هنا هو اللي كيساعد الانسان يجي. والامن الحمد لله اهم حاجه هو الامن اللي متوفر هنايا، فكيشجع العائلات انهم يخرجوا في العشيه ويدوزوا الامسيات مع بعضياتهم. جاتكم هاد لاكورنيش؟ واه صراحه رائعه. اهم حاجه بالنسبه للاسر اللي كيشجعهم انهم يخرجوا هو تواجد الامن. مادام الامن موجود والاطفال يعني كتحس بهم انه قدامك وما تخافش عليهم، هذا دونك الاسر كتقرر انها تخرج وتبرد. المصطفين حتى هما خصهم يساهموا باش يخليوا المحل شويه نقي. لا اكيد طبعا، اكيد طبعا. حنا طبعا كما قلت لك يعني في النهار مثلا اصحاب المصطفين كيمشيو للبحر، اللي ما كيكونش عنده حظ انه يمشي مثلا بسبب العمل او بظروف خاصه وكذا، كيقرر في العشيه انه يعوض هذاك النشاط الصباحي بالنشاط المسائي.